سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، خسيرة من الاتحاد في الجولة العاشرة 0-3، وأيضا بعد ذلك فرض التعادل أمام الشباب في الجولة 14 بهدف مقابل هدف سجل مدران هدف سكر القصيم في تلك الأمسية. كرة تصل إلى جهة اليمين قبل انطلاقة هذه الجولة، نصر في الصدارة ولكن مع انتصار الاتحاد بالأمس أصبح الاتحاد هو في الصدارة، شباب طبعا زائد مباراة في جدول الترتيب عن النصر والاتحاد، شباب حاليا يملك 40 نقطة مع الاتحاد. كريستيانو محاولة مرور رونالدو تسديد الكرة لكنها مرت خطير، الكرة من جانب صاروخي ماديرو وعدت على يمين حارس المرمى، أخطر محاولة نصراوية وأول بداية في هذه الأمسية الكروية من جانب كريستيانو رونالدو، بدالي أنه بدأ يتألق أكثر يستعيد مستواه أكثر يجوع أكثر كريستيانو. حلوة 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 اللقطة الماضية جميلة من جانب كريستيانو لكنها مرت فوق المرمى في منتهى الخطورة من جانب رونالدو، طبعا بنفس الرصيد بالنسبة للشباب و37 نقطة للنصر. طويلة الكرة محاولة باتجاه غريب يصل كرة غريب مر غريب بكرة خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل. الله اللقطة غريب يا عيني غريب، النصر يتقدم بالهدف الأول بعد تمريرة في منتهى الروعة ونهاية ولا أجمل ولا أروع بجانب عبد الرحمن غريب، يسجل النصر الهدف الأول في هذه الأمسية بعد 17 دقيقة لعب في ملعب مرسول بارك، وبعد تمريرة من جانب سامي النجعي ضرب دفاع التعاون مرة بروعة أمام الغامدي. محاولة لمصاعته كاكو بينية تمريرة تصل بعد ذلك إلى مدران، مدران يحاول مدران تغطية وتدخل من جانب الحسن، لمسة مرتدة سريعة نصراوية إلى غريب، كريستيانو رونالدو على جهة اليمين، غريب يحاول مرور، عبد الرحمن يبحث عن التمرير تأخر وبعد ذلك لا زال يحافظ على كورته ما زال تسديدة وكرة مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الماضية جميلة لمصاعته علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكورة الأخيرة النصراوية اللي مرت بمحاذاة القائم، فرصة في منتهى الخطورة لمصلحة النصر عن طريق علي الحسن. النصر أكثر تهديد والأكثر خطورة، مدريدي سابق هو ألفارو ميديران على يساري نواف العقيدي بكرة نحو القائم الأول خطيرة إلى تاومبا داخل منطقة الجزاء وتسديدة لكنها صدمت لا زالت خطيرة، تعاون يضغط في هذه الأثناء. لمسة إلى عبد الإله العمري يغير اتجاه اللاعب في جهة اليمين سلطان غنام، أيمن يحيى تحرك من جانب سلطان غنام، تمريرة الرد لكن كادش في التغطية، كادش في محاولة الإبعاد تبقى نصراوية، سامي النجعي إلى أيمن يحيى تسديدة لكنها في يد الحارس. حلوة اللقطة الماضية لا شيء، تعاون يقاتل في الدقائق المتبقية على نهاية الشوط الأول بكرة أمامية في التغطية من جانب عبد الإله العمري، الناصر وبعد ذلك الفارو ميدران وكرة فيها تغطية وتدخل يستعيدها لويس جوستافو، لمسة أمامية إلى كريستيانو رونالدو مر رونالدو مر رونالدو مر، انطلاقة هجومية لمصاعة غريب على جهة اليسار خطيرة للنصر، عبد الرحمن بكرة أمامية حلوة وكرة ولمسة وصافرة وبعد ذلك الكرة إلى يد حارس المرمى، لا يوجد ركلة جزاء في قرار الحكم، لمسة اليد كانت موجودة لكن الحكم اعتبرها غير متعمدة على ما يبدو في اللقطة الماضية وبالتالي استمر اللعب وسط صافرات استهجاء من جماهير النصر على اللقطة الماضية وعلى الفرصة الخطيرة اللي كانت لمصلحة كريستيانو رونالدو. صافرة الحكم الآن طبعا جماهير ولاعبي النصر يطالبون بوجود ركلة جزاء، نشوفها في الإعادة إذا كان فيها ركلة جزاء، وأيضا راح يتأكد الحكم في غرفة الفيديو إذا كان فيه ركلة جزاء في الكرة الأخيرة أم لا. هذه إعادة لكرة عبد الرحمن غريب، لمسة اليد كانت في نالدو حار المدافع البرازيلي في قائمة التعاون، الحكم اعتبر أنه غير متعمد في هذه اللقطة المثيرة بصراحة للجدل، وبعد ذلك استمر اللعب بهذه الوضعية دون احتساب ركلة جزائية كان يطالب فيها كريستيانو رونالدو وطالبت فيها الجماهير النصراوية. كانت تقريبا آخر أحداث شوط أول، تكفي هذه اللقطة لزيادة حجم الإثارة في شوط المباراة الثاني وانتظار أداء أكبر من الجانبين. سيداتي وسادتي شوط أول ينتهي بهذه الوضعية بتقدم النصر بهدف مقابل لا شيء في ملعب مرسول البارك، النصر 1 تعاون لا شيء.
الآن عودة للزميل العزيز محمد خاتم بعد الفاصل القصير. تغيير مع انطلاقة الشوط الثاني في تشكيلة شاموسكا كما كنا نتوقع، فبالنسبة للمدرب بريكليس شاموسكا يدفع بسميحان النابت على حساب فهد الرشيدي. تصل الكرة لمصاد سعد الناصر جهة محمد الغامدي الباحث عن كرة عرضية خطيرة. البارو بدران يتعادل للولفز بروعة كبيرة كبيرة كبيرة، بروعة كبيرة وعرضية جميلة ونهاية والأجمل في اللقطة الماضية. تمكن البارو بدران لمصلحة الولفز من العودة إلى أحداث هذه المباراة، هدف والأجمل والأروع من مدريدي سابق في شباك النصر. الفارو بيدران بعد عمل كبير في اللقطة. التعاون للمحافظة على هذه الثقة وهذا الأداء والبحث بعد ذلك عن نتيجة إيجابية في مباراة الليلة. الكرة على جهة اليسار كونان، عرضية خطيرة نالدو في التغطية وبعد ذلك في الإبعاد على مرتين. ضغط نصراوي نتوقع في هذه الدقائق، متوقع أن يكون شرس وكبير. يا غريب يا غريب رونالدو، الكرة وفرصة يا إلهي، فرصة خطيرة لكريستيانو لكنها ضاعت على غير العادة، ضاعت على أعتاب المرمى، ضاعت وقد كانت قريبة لكنها ضاعت. الكرة الأخيرة عمل كبير جدا جدا من جانب عبد الرحمن غريب. كريستيانو رونالدو على اليسار حولها إلى كونان، ضغط نصراوي قوي في هذه الدقائق. العمري مرة أخرى، كرة باتجاه كريستيانو، تغطية وتدخل سعادة البارو، ميدران على جهة اليسار حلوة وخطيرة، سميحان داخل منطقة الجزاء بكرة وفرصة لكنها في يد الحارس على مرتين. يا الله نالدو، الناصر يحاول لكنها طالت منه، ضاعت من سعد الناصر وبعد ذلك تغطية وتدخل وعودة على جهة اليمين. يطالب النصر بركلة جزاء في الكرة الأخيرة. كاكو شوفها مرة أخرى، اللقطة اللي كانت بين سعد الناصر وعبد الرحمن غريب، ولكن المدرب فضل الابقاء على دكة البدلاء. خاطئة من جانب رونالدو، خطير النصراوي غريب داخل منطقة الجزاء. عبد الرحمن بلمسة باتجاه صريهم، عودة وأيمن يحيى قوية اصطدمت في الدفاع وأخرى تسديدة بعيدة من صريهم. هل كان فيه لمسة يد في اللقطة الماضية؟ هل فيه ركلة جزائية نصراوية؟ راح نشوف الإعادة ما إذا كان فيها لمسة يد أم لا. لقطة قد تثير أيضا بعض الجدل في هذه المباراة، نشوفها مرة أخرى. خاطئة من نالدو وبعد ذلك غريب، التسديدة اللي كانت من أيمن يحيى اصطدمت بعد ذلك في كادش وتحولت خطورة الكرة بعيدة ثم ضربة مرمى. الكرة بعيدة، لا أظن أن حكم المباراة سيصفر إلى ركلة جزاء بعد هذه اللقطة. الكرة اللي كانت قد اصطدمت في حسن كادش، الحكم يتكلم مع مساعدة في غرفة الفيديو للتأكد من ما إذا كان فيها ركلة جزائية أم لا. سننتظر قرار حكم المباراة في هذه اللحظات، الحديث مع مساعدة في غرفة الفيديو عبد الله الشهري، بيتي مارتينيز والبقية يطالب الحكم بركلة جزائية. حكم اللقاء لا زال يتكلم مع مساعدين في غرفة الفيديو. تعاون شوفها مرة أخرى، تسديدة اللي اصطدمت في حسن كادش والمطالبة كانت بوجود ركلة جزائية. الكرة اللي بعد ذلك لميدران، الفارو مهديوي، مهديوي يحافظ على كرة، مهديوي لمسة بالكعب حلوة باتجاه تاومبا على حدود منطقة الجزاء. تاومبا مر وكرة وفرصة، الدبابة تاومبا يسجل الثاني للتعاون. يا إلهي هدف للولفز، هل كان في شك بوجود تسلل في اللقطة الماضية على تاومبا؟
هل كان في تسلل على تاومباب في لقطة الهدف؟ شوفها مرة أخرى، مهديوي يا جماعة، مهديوي يا جماعة مهديوي، بدال إنه في شك على تاومباب، بدال إنه في شك على تاومباب، عدوا مر وسجل بعد ذلك في هذه اللقطة اللي ربما حكم المباراة يذهب إلى اللقطة أكثر من مرة ويتأكد ما إذا كان فيها تسلل على تاومباب. لا، هدف من جانب ليأندرو تاومبا، دبابة التعاون ومهاجمة وهدافة من سنوات والمتألق معه، يسجل في مرمى النصر هدفا ثانيا، هدفا جعل شاموسكا يتأكد الجميع من هدف التعاون الثاني أم يشير الحكم إلى إلغاء واحتساب تسلل على ليأندرو. اللقطة الأخيرة، الحكم بعد العودة للفار، نعم كما توقعنا، وجود تاومبا في مكان التسلل، وبالتالي أصبحت مشتعلة أكثر الليلة. ثلاث نقاط ثمينة وثمينة للغاية. الكرة على جهة اليسار من جانب هزازي، ضغط عالي من أيمن يحيى، حلوة على اليمين، الغنام بكرة عرضية لمين؟ ليست رياحا سهلة بعد ذلك، أوه خطيرة الكرة وفرصة، لكنها بعد ذلك إلى ركنية من لا شيء رونالدو، من لا شيء رونالدو كسب الكرة وكسب ركنية، وكاد أن يكسب حتى ركلة جزائية. شوفها مرة أخرى، الكرة اللي كانت في المتناول عن حارس المرمى، وبعد ذلك إلى ركنية نصراوية، ركنية نصراوية، تسلل موجود في هذه اللقطة على ليأندرو، تسلل موجود على تامبا. دخل تاليسكا ومع دخوله يبحث عن هدف ثاني في هذه القمة، كرة عرضية لكنها تبعد من جانب الدفاع، لا زالت خطيرة على مرتين وتاليسكا، لكن التسديدة ضاعت، كوسامو تسديدة أخرى في الدفاع مرة أخرى خطيرة. على ثلاثة نقاط ثمينة جدا هذا الموسم، أم ينجح التعاون؟ سبسال وأداء جيد من عناصر التعاون، تغيير اتجاه اللعب طويلة للبحث عن تاومبا القوي جدا بدنيا، تاومبا أمام عبد الإله العمري يبحث عن المرور، تعثر لكن يقاتل يحافظ على كرته لوحده 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 لوحده، لكن على أشرف عدى تاومبا وفرصة لمصعة التعاون. أي كرة، أي كرة، أي كرة يا إلهي، مش ممكن يا مهديوي، مش ممكن يا مهديوي. نتيجة متعادلة، هدف مقابل هدف في مباراة صعبة للغاية. لمسة تصل بعد ذلك إلى تاليسكا، بينية إلى كريستيانو رونالدو على جهة اليسار، تحرك بجانب تاليسكا، رونالدو مر وكرة يا إلهي، أي فرصة يا كريستيانو يا رونالدو، لقطة الهدف بروعة كبيرة كبيرة كبيرة. أجمل كان في اللقطة أيضا مايلسون، ردة فعل رهيبة من جانب مايلسون، التمريرة كانت من تاليسكا، وين رونالدو؟ وين رونالدو؟ لقد راح أدراج الرياح، التسديدة في منتهى الروعة، ولكن أي توتر يا جماعة في المدرجات، أي توتر عند اللاعبين أيضا، مباراة صعبة للغاية. ماشاري بوف يحاول تمريرة لمصعد كوسامو، تسديدة وكرة، ومادو سجل لكن رونالدو متسلل، مادو سجل لكن رونالدو متسلل في اللقطة، رونالدو كان في مكان التسلل. نشوفها مرة أخرى، تسديدة لويس، أعطينا اللقطة للتأكد ما إذا كان في تسلل على كريستيانو رونالدو أم لا، نعم أم لا، ما إذا كان في تسلل أم لا. اللقطة والحكم والانتظار، رونالدو يطالب الحكم بالهدف، لا زالت المشاورات بين حكم اللقاء ومساعده في غرفة الفيديو، أخيرا تم اتخاذ قرار حكم المباراة بعد العودة للفيديو، بعد العودة للفيديو حكم اللقاء يشير إلى هدف نصراوي، نعم. أو الإصابات اللي حدثت، كاكو بلمسة على جهة اليمين، سميحة نابت، كرة مثلث جميل على جهة اليمين، تبقى لمصعة تعاون، خاطئة من الدفاع وفرصة للنابت، مش ممكن لقطة ولا أروع، في منتهى الخطورة لكنها ضاعت من سميحان النابت يا إلهي. شوفها شوفها، مين هذا؟ قيسلان كونان، كونان كونان ارتكب خطأ فادحا بصراحة، أنه نواف العقيدي كان ذكي في خروجه، ذكي جدا في خروجه في هذا التوقيت، لأن أربك أو شتت تركيز سميحان، حط الكورة بروعة.